السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية كل الله وصلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. طب في المقاطع السابقة سوينا تحديات جميع الشخصيات، اليوم نزلت معنا شخصية جديدة اللي هي العميلة الخفية. يقول لك تحدث إلى العميلة الخفية وأكمل سلسلة مهام الارتجال التكتيكي. طيب زي كل مرة، أول شيء نحدد موقع الشخصية على الخريطة. خلينا نشوف موقعها فين. شوفوا هنا في البحيرة الكسولة، في آخر مكان عند المطعم اللي هنا، شايفينه؟ طيب بعد ما حددنا موقع الشخصية على الخريطة اللي موقعها هتكون هنا في البحيرة الكسورة في المطعم، زرتها صراحة كذا مرة ما حصلتها، ممكن يكون في تعليق في اللعبة يعني بعد ساعة ساعتين ممكن تظهر، لكن مو مشكلة. إذا ما حصلتها تقدر تاخذ التحديات تبعها من التلفونات. شوفوا ايه هذه هي، تمام؟ نفك التحديات وخلاص. طيب بعد ما فكينا التحديات من الشخصية، فكت لنا خمس مراحل، خمس تحديات نفس كل شخصية. طب في التحدي الأول يقول لك زور برج حراسة. أول ما تحط على التحدي يبين لك المواقع اللي تزورها، مطلوب منك واحد، يعني اختار أي واحد وزوره. برج الحراسة هم قصدهم هو برج المراقبة اللي شايفينه أمامكم، هذا هو. كل اللي عليك إنك تزوره، يعني مجرد إنك تهبط فوقه يسوي معك التحدي على طول. شوف دحين كيف. شوف سوى التحدي، تمام. طب في التحدي الثاني او المرحله الثانيه اللي هو التحدي الاخضر، يقول لك اجمع ذخيره خفيفه ومتوسط وقذائف، عدد ثلاثة. ايش عدد ثلاثة؟ يعني اذا جمعت الخفيفه هذا واحد والمتوسطه واحد والقذائف واحد، تنحسب ثلاثة، اوكي؟ هم طالبين ثلاثة انواع. طيب الذخيره الخفيفه هي الرصاص الصغير هذا، شايفينه؟ هذا واحد، شوف انحسب معنا. وبعدين عندك الذخيره المتوسطه هي هذه حق السكستين او الاسكار، شوف هذا اثنين. وبعدين عندك القذائف اللي هي رصاص الشوتجن او البوم، شوف كده خلصنا التحدي. تقدر تسويها في كذا جيم. طب في التحدي الثالث او المرحله الثالثه اللي هو التحدي الازرق او النادر، يقول لك الحق ضرر ببنادق الصيد على وحوش المكعب في العالم الموازي. بنادق الصيد هي معروفه، البوم، الكومبات. يقول لك في العالم الموازي، يعني يا تدخل العالم الموازي الكبير ذا يا الشق الصغير هذا، اوكي؟ طيب كل المطلوب منك انك تدمجهم 150 دمج. شوف سوى التحدي، بس مطلوب منك تدمج 150 يسوي معك التحدي على طول. تقدر تسويها في كذا جيم ترى. طب في التحدي الرابع او المرحلة الرابعة اللي هو التحدي الملحمي، يقول لك وجه اصابة نحو الراس باستخدام مسدس. يعني مجرد انك تضرب ضربة واحدة براسه بالمسدس يسوي معك التحدي. خلينا انا اجربها على الحراس، اذا تزبط يكون تمام، لان المسدس الجديد هذا متعب شوية. ايوه يسوي معكم التحدي على الحراس. طب في التحدي الخامس او المرحلة الخامسة اللي هو التحدي الاسطوري او الذهبي، يقول لك قم بتصفية احد الخصوم باستخدام مسدس الرشاش. مسدس الرشاش اللي هو الاس ام جي، لون اخضر، ازرق، موف، ذهبي، اي شيء. دقيقة خلينا اجرب على الحراس، اذا قتلت واحد حيسوى معي التحدي ولا لا؟ ثواني. ايه سوى معكم التحدي، يعني سوي حق المسدس وحق الرشاش على الحراس وخلص التحدي سريع سريع. طيب كده خلصنا من تحديات شخصية العميلة الخفية، خمس تحديات خمس مراحل. وزي ما فهمتكم اذا ما حصلتوا الشخصية خذوا التحديات من التلفونات. كده وصلنا لنهاية مقطعنا، اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود اللينكين شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.